مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من حلقات برنامجكم سولو الناس. وبعد ما فقدت الساحه الفنيه المغربيه الممثل القدير بشير السكيرز، فنان اللي غادرنا لدار بقاء من الديار الامريكيه تجرى فيروس كورونا، اليوم جينا للشارع المغربي باش يعطونا كلمه في حق الراحل. بغيت نعرف كيف تفاعلوا معنا، لنتابع. سي عبد اللطيف فنان كبير، عطى يعني بشكل كبير للسينما المغربيه، فالله يرحمه والله يغفر ليه ويجعله من اهل الجنه ان شاء الله. وحنا متالمين للوفاه ديالو، الله يرحمه ويغفر ليه. فحنا كنتالموا خصوصا لانه يعني ما تدفنش في المغرب، فهذا امر الله. وحنا يعني فقدنا هرم من الاهرام ديال السينما المغربيه، انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمه ويوسعه بيه، راجل مزيان طيب، الله يعمر دار. ما فقدناه كان رحمه الله، يزور الأسرة ديالو جميعا والله يرحمه ويوسع عليه. كان فنان تبارك الله اللي واصل وهذا واثر فينا الموت ديالو، الله يوليه برحمه الله. كان فنان زوين تبارك الله عليه، شخصيه كبيره ماشي شي حاجه، شخصيه كبيره تبارك الله. وكنعزوا العائله ديالو من هنايا، تبارك الله راه كان فنان اللي واصل تبارك الله، اثر فينا الموت ديالو بزاف. الله يعمرها دار، مسكين الراجل درويش ومعقول، وكي زعما ما كيديرش شي حاجه اللي تيدير شي حاجه زوينه. لا لا حبي عقلت على الافلام، كنا كنتفرجوا فيه الصراحه دائما. الله يرزقهم الصبر اوليدي، والله العظيم انا عاد سقت الاخبار اليوم في الصباح، وانا لله وانا اليه راجعون. الله يغفر لنا ولاه مسكين، الله يرزقهم الصبر، الله يرزق الصبر اوليدي. الفنانين المرموقين اللي عرفناهم في التاريخ ديال الساحه الفنيه، وحنا بكل صراحه بقى فينا هذاك الفنان مسكين، ودوز الكثير في المسرح وفي السينما، ودوز في محافل كثيره فنيه. كنتذكروا هذوك الغراميات، كنتذكروا حبي، وكاينه اعمال كثيره غير مع كانت واحد القطيعه ديال الاداءات ديالو، ربما ما كنتذكرش بزاف الاعمال ديالو. هو شخصيا راه شخصيه مرموقه. إذا المشاهدين الكرام كيف ما تابعنا فيها بتأثر كبير المغاربه، تذكروا الفنان القدير بشير السكيرز اللي حنا بدورنا كنقدموا احر تعالي للاسره الكبيره والصغيره، وانا لله وانا اليه راجعون.